الخير. هبدأ معاك من أخبار النادي الأهلي وما روجه بالأمس الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر بأنه أخرج محمد الشناوي لشعوره بآلام أو إصابة أو كلام من ده، والدنيا اتقلبت وجمهور النادي يعني زعل، والدنيا يعني الناس زعلت جامد جدا 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 إصابة الشناوي. الشناوي هو حصن الأمان في النادي الأهلي، حارس عملاق، حارس محترم، حارس مجد، حارس مجتهد، حارس مؤدب متربي، عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى، بيجتهد، بيخلي الناس هي اللي بتتكلم عنه، حتى زمايله بيشهدوا له، شفنا جنش بيشهد له، وشفنا محمد بسام بيشهد له، وشفنا ابو جبل بيشهد له، والهاني سليمان بيشهد له. فيعني لما بتيجي الشهاده من زميل ومن منافس بتبقى شيء جميل جدا جدا جدا. فالتصريح ده اصاب الجميع بالقلق والتوتر، خاصه ان الاهلي عنده مباريات مهمه وعنده غيابات موجعه ومؤثره. ابرز الغيابات النهارده اجرى العمليه حمدي فتحي، هيغيب في حدود 10 أسابيع، من 8 إلى 10 أسابيع، يعني 2.5 شهر، يعني كمان ياخد له 2-3 أسابيع بعدها تأهيل، يعني بتتكلم في 3 أشهر على الأقل. يا احنا دلوقتي دخلنا على أول 4 هو بكرة، يعني شهر 7، يعني ربنا يلطف بقى ويلحق. والسبب في هذا الأمر وكابتن حسام البدري وطبيب المنتخب، اللي الراجل لعب على الإصابة وكأنهم يعني كانوا بيلعبوا مثلا عن هي كاس العالم واستنفذوا التبديلات او ما الى ذلك، وبالتالي تفاقمت الاصابه. المهم ان محمد الشناوي اليوم تواصلت مع احد المسؤولين في النادي الاهلي واكد لي سلامه محمد الشناوي، سلامه محمد الشناوي، محمد الشناوي بخير بفضل الله وجاهز للعب، وهيسافر مع البعثه بكره في 4 عصرا، الفريق هيتمرن صباحا ثم هيخرجوا على الطياره ثم يتوجهوا الى المطار للسفر الى السودان الشقيق باذن الله، دوله شقيقه ودوله غاليه ودوله عزيزه على قلوبنا. كانوا زمان يقولوا وادي النيل، ومصر والسودان كانوا دوله واحده، فبالتالي السودان دي بلدنا الثاني اللي بنعتز بيها وبنفتخر بيها وبعلاقاتنا معاها، ويكفي اننا نشرب من ماء واحد هو ماء نهر النيل. ويكفي النهارده اللي قاله سياده الرئيس في المؤتمر الصحفي العالمي النهارده اللي عمله على شط قناه السويس، وشفناه راكب المراكب وشفنا السفن وهي بتحييه، وقال نقطه ميه يعني، وقال اللي عاوز يجرب يقرب، اللي عاوز يجرب يقرب، وان يعني قال لك انا ما بهددش وعاوز كل شيء يتحل بالراحه، لكن في الاخر يعني ما معناه ان ممكن تبقى هناك احداث تؤثر على المنطقة بصفة عامة. فاحنا كل الدعم للدولة المصرية ولمؤسساتها في الحفاظ على ما يمس الأمن القومي. وبعدين البيت الشعري بيقول عد قلبي ولا تعد رغيفي، إن قلبي على الرغيف رهيف. فأنت ما تجيش يمة المية اللي ربنا خلقها ماشية كده، ربنا خلقها ماشية كده، ففي أي حاجة هترى الدولة أنها تتخذها هيلاقي كل الدعم من الشعب المصري، خاصة بعد سعي الدولة المصرية إلى استنفاذ كل طرق الحوار والحلول الدبلوماسية والحلول السياسية. وطبعا النهارده كلنا فرحانين إن المراكب عمالة تمشي وتزمر وتطرقع وحاجة في منتهى الجمال، وده مكانة مصر اللي ربنا حباها بيه، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا يحفظ بلادنا من كل شر وسوء ويكرمنا بحق جاه سيدنا النبي وآل بيته الكرام. المهم خلونا في الكوره، الاهلي هيسافر باذن الله الى السودان الشقيق، وفي الرابعه عصرا هيغيب عنه بعض اللاعبين، خلاص الشناوي مسافر وبالف سلامه. والتصريح اللي قاله ده كابتن ايمن طاهر قاله الاستهلاك المحلي، يعني كده اي كلام في اي بدنجان ها عشان ينزل جنش، ما تقول انك انت عاوز تجرب الحارس الثاني، حقك كمدرب انك تقول انك عايز تجرب الحارس الثاني، لكن تقول اصابه والناس ركابها تسيب وفي الاخر يطلع مفيش اصابه ولا غيره، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. زي بالظبط لما قاله كابتن حسام البدري قام مدهنا، قال لك رمضان صبحي مزق في الخلفيه في المؤتمر الصحفي بعظمه لسان، بعظمه لسان. النهارده رمضان صبحي بيشارك في التدريب هو ومحمد حمدي وعبد الله السعيد والاخوه المسؤولين عن الاعلام في نادي بيراميدز، بعت لنا الخبر وبالصور والامر عادي جدا وكان شيئا لم يكن. مازق بياخد له 2-2.5 شهر، عبد الله السعيد عمله في 6 أيام.
رمضان صبح عمله في 6 ايام، عبد الله السعيد عمله في شهرين. يعني عبد الله سجل عن شد في الاماميه مش مازن، خد له فيها شهرين. رمضان صبح في 6 ايام يا دوبك نط من الطياره خف المزق على طول نزل الملعب وما شاء الله تبارك الله. فما اعرفش، وده امر غريب جدا والله العظيم غريب جدا. انا بتالم ان احنا بنصدر معلومات خاطئه للراي العام، معلومات خاطئه للراي العام. واحد مش عاوز ينضم المنتخب اعلنها بشجاعه، واحد مرتبط بحمله اعلانيه اعلنها بشجاعه، واحد مرتبط بزيارات عائليه اعلنها بشجاعه، واحد زعلان عشان مثلا صهره ما انضمش معاه للمنتخب اعلنها بشجاعه. لكن تدينا معلومات غلط كمدير فني منتخب مصر وتقول عنده ماز وفي الاخر النهارده في التدريب وهيسافر يوم الخميس عشان يواجه نادي الرجاء، حقه انه يقول مش عاوز هيك. نزل النهارده التمرين ومش عايز اوريكم الصور. الصور هي يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، انزل لك الصور، حاضر انزلها لك، جالي مع الخبر يعني. لا تحسبوني بهزر ولا بقول كلام مش صحيح. ادي الصور يا سيدي، ادي صورة رمضان صبحي في تدريب اليوم، ادي صورة رمضان صبحي في تدريب اليوم، وادي بقى الصورة دي. ايه دي؟ صورة الطيارة مع رمضان صبحي، وده كابتن عبد الله السعيد، وده مين؟ وده محمد حمدي. الثلاثة اللي كانوا مصابين، محمد حمدي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، دول الثلاثة المصابين اللي نزلوا التدريبات وكل شيء تمام. فحقك، حقك انك انت تقول انه مش عاوز ينضم، لكن ما تكذبش عينك راي عام. ما تقوليش جه مع دكتور ابو العلم، دي قال كده في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه بيوم، وانا بلوم على كابتن حسام البدر، انا عارف انه راجل جريء وشجاع وراجل يقدر ياخد موقف. ما تروخش معانا، اطلع قول اللي حصل بما يرضي الله، هنحترمك ونساندك وندعمك. لكن تيجي تقول لي ان هو جاله مز وراح لابو العيله وابو العيله كشف عليه دكتور ابو محمد ابو العيله وله كل الاحترام وكل التقدير، وفي الاخر يطلع ما عندوش اي حاجه، دي كارثه، دي كارثه. وانه ينزل التدريب النهارده دي كارثه، دي كارثه بصراحه. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش خالص الكلام ده. ولو في كواليس في النص يا كابتن حسام لازم تقولها، لان المنتخب داخل على مرحله تصفيات كاس عالم مش كاس امم، وكل الجماهير المصريه قلوبها وعقولها متعلقه بكاس العالم، ويجب انك تلم الناس بالحقائق مش بالاكاذيب، بما يرضي الله مش بالكلام اللي هو في بالشكل ده. المهم، فرمضان صبحي نزل التدريب خلاص وكله تمام، لكن يا عيني المغلوب على امره حمدي فتحي اللي قال لك ده سليم وتنه يلعب، وبعدين قال لك ده عنده كدمه، كدمه في الـ في الـ في اليد او في الايه بيسموها ايه، الكعبره. بعدين رجع تاني قال لك ده شرخ، وبعدين النهارده عمل عمليه كبيره جدا في ايده في الكعبره، اجراها له دكتور اشرف محرم، وقال لك محتاج شهرين، شهرين غياب عن الملاعب، ثم بعد كده بقى ربنا يكرم ويبدا التاهيل. قال لك من شهرين لشهرين ونص، من 8 الى 10 اسابيع بالظبط كده زي ما قال الدكتور اشرف محرم. وبالتالي كل التوفيق باذن الله لاشرف محرم، ويكون ايده كده فيها البركه، ما تبقاش زي الدكتور ابو العيله، مش عايزين زي الدكتور ابو العيله. ابو العيله ده بيفكرني باسم بفيلم الزوجه الثانيه، لكن كل الاحترام للدكتور ابو العيله، يعني ساب اللعيب لحد ما خلص، لحد ما بقى كاسر، لحد ما بقى كاسر. فربنا يلطف ان شاء الله، و لكن تشخيص خاطئ من الدكتور ابو العيله، والاهلي هو الخاسر. ولو كان مشخص برضه رمضان صبحي زي ما قال حسام البدري مز، يبقى تشخيص خاطئ برضه. يعني فتح حسام البدري طلع قال لي ده كلام الدكتور، اقول له كلام الدكتور يبقى ده مش دكتور. اللي يقول لك مز ويخف بعد اسبوع ده مش دكتور. واللي يقول لك مش عارف ايه ومش عارف ايه، ازمه كبيره جدا. دكتور ابو العيله اللعيبه بتشكر فيه في حوارها معايا، لكن ده امر غريب جدا 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 جدا. طيب ده بالنسبه للشناوي والحمدي فتحي. كريم نيدفيد باذن الله هينزل التدريب بعد مباراه المريخ يوم 3 ان شاء الله،
يوم السبت اللي جاي. محمود متولي هينزل بعد القمة مع علي معلول بعد يوم 16 إن شاء الله. صعب جدا الاثنين يلحقوا بالقمة. و محمد محمود برضه هينزل بعد اللي قالوا بعد مباراة المريخ، ما نعرفش بقى هينزل ولا مش هينزل. لكن وليد سليمان أصبح جاهزا. تلك هي أوجاع مستشفى النادي الأهلي وألمها نتيجة الأخطاء التي ترتكب أحيانا من بعض الأطباء، ونتيجة الكذب غير المباح من بعض المسؤولين زي كابتن أيمن طاهر اللي قال لك الشناوي شعر بآلام، الشناوي زي الفل النهاردة، وزي لما قالوا حمدي فتحي، حمدي فتحي يعني هيغيب من 8 إلى 10 أسابيع، يعتبر الموسم بتاعه انتهى، يعتبر الموسم بتاعه انتهى. يعني مسألة صعبة جدا جدا جدا. فده بالنسبة لي مستشفى النادي الأهلي وأوجاع وألام الناس. عاوز أتكلم عن لايك وشير الأول كده، عايزين اللايكات تزيد كده وتعلى.